هو المفكير المنطقي او تفكير الامور بشكل عقلاني عشان اوصل لحكم او راي موضوعي. والمين توبك هو اللوجيك الفالسي. اختصار اللوجيك يعني طريقه تفكير منطقيه، والفالسي يعني خلاص خالص. يبقى اللوجيك الفالسي هو تطبيق غير دقيق للمنطق. دلوقتي عايزه اعرض عليكم منطق كل اللي اتعرضنا له، ان لو حد خد من الامتحان كان متاكد من اجابته، بس راح يتاكد اكتر من واحد كان عارف ان هو شاطر او حد حصل من اوائل الدفعه يتاكد منه، وقال له انا حليت المساله بطريقه مختلفه عنك. فاكيد هيخش في دماغي ان انا الغلط هو اللي صح، وده اللي بنتكلم عليه هو الارجيومنت فروم اوثورتي. يعني لو واحد شخص من وجهه نظر صاحب سلطه او صاحب خبره وقال حاجه، يبقى اكيد ان هو قال ده صح، او اللي تعالى قاله هو اكيد صحيح وانا غلط. يبقى لو قلناها in points the person has a authority on the subject and he claims on this subject because the report is claimed is true and we should follow. وسامة هتكمل معايا واستريح كده. كفتة. برضه ارجع افكر اشوف على الكلام ده صح ولا غلط.